شمت دبرانوتا قاونيتات مردوتا وامني سوريايا وقليمة كردستان قابولو خنيخ بشينا قداها ايتاو تسواديتا خد شمت ارائيت اندعتا صحيايوثا قوعيرا باثر 22 من شخلافا بشينا تيروخم. باسم المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في حكومة اقليم كردستان نرحب بكم لحضوركم جلسة حوارية بعنوان هل هناك مستقبل للتعددية في العراق بعد 20 عاما من التغيير؟ أهلا وسهلا. والآن مع كلمة المدير العام للثقافة والفنون السريانية كارلو رمزي وغنا فليتفضل. السيدات والسادة شين ثيلوخن، يطيب لي أن أرحب بكم جميعا أصحاب المقامات السامقة في افتتاح أشغال هذه الجلسة الحوارية التي تنظمها المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في حكومة إقليم كردستان، إقامتان معرفيتان شامختان إذ يحاور فيها الروائي العراقي أحمد سعداوي الباحث الدكتور سعد سلوم عن مستقبل التعددية في العراق. هذه الجلسة التي تروم إلى توسيع وتعميق النقاش حول موضوع جوهري ليس للأقليات فحسب، ولنا نحن السريان كشعب أصيل في هذا الوطن، بل للحفاظ على هذه الهوية المتميزة للعراق والشرق الأوسط. فالتنوع والتعددية ميزات أساسية للهوية الحقيقية للشرق الأوسط، لا بل تمثل ميراثاً حضارياً لها. ولطالما كانت الهجرة الخيار الأخير لدى مسيحي العراق، إذ كانوا الرواد والمؤسسين لمجالات ثقافية وفكرية عدة في الوطن، وهم أصحاب قصب السبق في الثقافة والأدب والفنون بأنواعها، لكنها أصبحت قراراً نهائياً لا رجعة فيه لغالبية منهم بعدما ذاقوه من المآسي. فبالرغم كل هذا، فآشورا وبابل لم تغادر وجدانهم ومخيلتهم، فبنوا أوطانا فيها. فكما يقول سرغون بولس في الهجرة من آشور إلى بلدان الأشياء الأخيرة، تاريخنا نحمله في أكياس، أيامنا الطوفان يا مركب جدنا النائي، وتانا بشتم يا سفينة سيدنا نوح، هذه سماؤنا السابعة أم إنه ليس سوى القاع. ختاما، إن هذا النشاط ليس إلا فاتحة لسنة مفعمة بالعمل والنشاطات على المجال الفكري والإبداعي، ستشهد 2024 حلقات دراسية في مجالات متنوعة وسمبوزيومات متخصصة، كما وسيكون هناك فضاء كبير لملف التنوع والتعددية الذي يصب في خطة وزارة الثقافة والشباب ونهج حكومة أقليم كردستان الجديد. شكرا. نرحب بضيوفنا الكرام دكتور سعد سلوم، خبير في شؤون التنوع الديني في العراق والشرق الأوسط، له 20 مؤلفاً من أبرزها فرانسيس في أور 2023، ديناميات الهوية 2023، العودة إلى سنجار 2020، الإبادة الجماعية مستمرة 2022، المسيحيون في العراق 2014، الوحدة في التنوع 2015، وله دراسات أخرى باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية. حاز على عدد من الجوائز الدولية من أبرزها جائزة ستيفانوس الدولية أوسلو 2018 وجائزة ابن رشد للفكر الحر برلين 2022 وجائزة مؤسسة زيت فاونديشن الألمانية للتضامن الإنساني 2023. ويحاوره أحمد سلوم، روائي وشاعر عراقي مواليد بغداد 1973، صدر له
عيد الأغنيات السيئة شعر مدريد البلد الجميل بغداد 2004، حازت الجائزة الأولى للرواية العربية في دبي 2005، إنه يحلم أو يلعب أو يموت رواية دمشق 2008، حازت جائزة هاي فيستيفال 2010 بيروت 39، رشحت روايته فرانكشتاين في بغداد لجائزة البوكر، ثم دخلت القائمة القصيرة وفازت بها لعام 2014. مساء الخير على الحضور الجميل، سعيد شخصيا بوجودي بينكم، وسعيد مرة ثانية بتقديم صديقي العزيز الدكتور سعد سلوم. سعد يعني هو يمكن أن نصطلح عليه اسم صديق العمر، يعني منذ أواخر التسعينات علاقتنا، والنقاش مع سعد يعني كان شيئا أساسيا عندي، وهو رافقني يعني في مشروعي الشخصي، وهو كان شاهد على كل محطات اللي يعني مرت بها تجربتي الأدبية، وكان واسطة بسبب مجال اهتمامه الخاص، كان واسطة للتعرف على عالم المتنوع، العالم العراقي المتنوع، وبالذات يعني الوصول إلى رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية المختلفة، وصارت لي صداقات مع الكثير من الشخصيات الاعتبارية المسيحية من خلال دكتور سعد. هذه مقدمة شخصية جدا. العنوان العام هذا اللي هو يعني السؤال حول مستقبل التعددية في العراق، يعني عنوان واسع، واحنا حاولنا انه نجزئ هذه الموضوع الى مجموعة محاور. المحور الأول الذي هو راح يقودنا إلى المحاور اللاحقة، اللي هو يتعلق بفكرة التنوع أو إدارة التنوع منذ تأسيس الدولة العراقية. يعني إحنا لا نستطيع أن نفهم واقع التنوع حالياً من دون العودة ولو بشكل إجمالي إلى الماضي، لكي نفهم إحنا وين واقفين اليوم يعني فيما يتعلق بموضوع التنوع. فالسؤال اللي أحب أوجهه إلى أستاذ سعد، السؤال الأول هو حول إدارة التعددية والتنوع مع بدايات تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي، كيف كانت يعني وصعودا إلى لحظة 2003؟ يعني هذه إذا تعطينا نظرة إجمالية عامة عن طبيعة أو كيفية إدارة التنوع في ظل الدولة العراقية ما قبل 2003. شكرا جزيلا للحضور الكرام وللسيد الرئيس كيلدو ومديرية الثقافة السريانية والأصدقاء، العديد من الجالسين في هذه القاعة من الأصدقاء المقربين وعدد آخر من الأصدقاء تعرف عليهم لأول مرة، ومعظمهم يبدو جمهور غير رياضي لأن اليوم النهائي مال آسيا، فأكيد يعني أعطاهم أولوية لهذه المحاضرة يبين روحهم الرياضية العالية. فشكراً على حضوركم. إذا أردت أن أجب بمساحة يعني سريعة مختزلة لكيفية إدارة التنوع منذ تأسيس العراق المعاصر، وراح أردد بعض الأفكار لأن هاي منصة جديدة بالنسبة إلي، الأفكار اللي سبق أنه ذكرتها في أكثر من مؤلف، وإذا تحدثت عن مساحة زمنية قصيرة من فيصل الأول وإلى نهايات حقبة صدام حسين في عام 2003، يعني نحن نتحدث عن فترة هي تجربة الدولة العراقية منذ عام 1921 وإلى عام 2003، وربما يتاح لنا أن نتحدث فيما بعد عن حقبة جديدة من عام 2003 وإلى الوقت الراهن. فخلي أسمي الحقبة الأولى منذ التأسيس، أو أتحدث عن لحظة التأسيس اللي هي لحظة شروع ببناء نموذج جديد، وهي لحظة خطيئة
أصلية. ليش خطيئة أصلية؟ إذا أردنا أن نتتبع مسار تأسيس العراق المعاصر منذ سفر الملك فيصل الأول اللي هو المؤسس للعراق المعاصر والذي ركب باخرة من جدة ووصل إلى البصرة وبعدين خاض مسيرة من البصرة إلى القشلة اللي زار شارع المتنبي يعرف المكان هذا الرمزي، جرى تتويجه في الساعة 6 فجرا كملك على العراق. وأنا دائما أتخيل هاي اللحظة باعتبارها هي لحظة تأسيس العراق كدولة، باعتبارها لحظة تحفيز السؤال عن إدارة التعددية، لأن الملك فيصل رحمه الله جاء من بيئة مختلفة عن البيئة العراقية، بيئة ليست فيها تعددية دينية وإثنية ولغوية وطبقية وعشائرية، فكانت بيئة خصبة. كيف سوف يستطيع هذا الملك اللي جاء من بيئة شبه صحراوية أن يدير مثل هذا التنوع والتعددية؟ أنا أتوقع أو أتخيل، ولو كنت روائيا كان كتبت عن هاي اللحظة، لحظة الارتعاش في الساعة 6 فجرا هو يشوف هذا التنوع في مراسيم التتويج ويسأل نفسه وهو يتعلم اللهجة العراقية شلون راح أدبرها إدارة هذا التعددية والتنوع. وكانت إجابة الملك فيصل الأول خلال سنوات حكمه هو التركيز على آليتين لكي يستطيع أن يحقق أو يجعل رافعة لإدارة هذا التنوع، اعتمد على آليتي الجيش والتعليم. ولهذا نشوف بالأدبيات كان هناك صراع كبير ما بين الرأي البريطاني اللي كان ضد تأسيس جيش عراقي في وقتها لأنه الاقتصاد العراقي لم يكن يسمح بتأسيس مثل هذا الجيش، وإصرار الملك فيصل الأول وضباط الشريفيين على أن آلية الإدماج المهمة هي الجيش، لأن الجيش يستطيع أن يصهر جميع الولاءات في ولاء وطني واحد. وكذلك بالنسبة إلى التعليم بكافة مستوياته ضمن انتخاب لغة رسمية واحدة اللي كانت هي اللغة العربية، بحيث يستطيع سكان كل العراق أن يتحدثوا بهذه اللغة الرسمية ويتعلموا بها وتحقق نوع من التضامن والاندماج. هذه الآلية تتذكرون في عام 1933 مذكرة نشرت للملك فيصل الأول يعبر فيها عن خيبة أمله أو شعوره بالإخفاق لبناء هوية وطنية عراقية، وتحدث عن مجموعة تكتلات بشرية خيالية لم يستطع هذا المشروع الذي بدأ به في منذ لحظة التتويج أن يصل إلى مستوى من الاستقرار السياسي والنفسي والاجتماعي. لكن مع ذلك كانت هذه الحكومة أو كان هذه الحقبة اللي هي فترة العهد الملكي شهدت تمثيلاً للتنوع، يعني كانت تضم وزيراً يهودياً يعد أيضاً من الوزراء الذين أسسوا العراق المعاصر، ساسون حسقيل وزير المالية، كان أقرب مستشاري الملك فيصل الأول حسين أفنان بهائياً، ربما لا يعرف العديد من العراقيين أنه المستشار الأقرب للملك فيصل الأول كان بهائياً، كان أول رئيس لجامعة بغداد مسيحياً الدكتور متي عقراوي. يعني كانت هناك ملامح إيجابية لإدارة ضمن حدود معينة للتنوع، مع بداية تأسيس هوية وطنية قائمة لكي نصفها بدقة، قائمة على هوية أحادية، يعني انتخبت النخب السياسية آنذاك هوية تقوم على نموذج بناء دولة أمة بمضمون قومي عربي. من نتائج هذا الموديل
أو هذه الهوية الأحادية عدة مخرجات. يعني إذا نتحدث بشكل سريع، أولاً النظام التعليمي اللي تم انتخابه وتصميمه وفق هذا النموذج جعل منا، يعني على الأقل يمكن 3/4 القاعة، يعني على الأقل جيلي والجيل السابق من الأجيال الجديدة، نحن نشأنا ضمن مناهج دراسية ونظام تعليمي وسياسات تعليمية كانت تجعل من العراقي يعرف عن الجزائري والمصري والتونسي أكثر مما يعرف عن الكردي والتركماني والمسيحي والإيزيدي. يعني كان هناك انتخاب لهوية جعلت معرفة المواطن العراقي بالتنوع محصورة بالهوية العابرة للحدود، بالآخر العابر للحدود وليس الآخر الداخلي اللي هو إحنا العراقيين الجالسين في هذه القاعة. ثانياً، النتيجة الثانية، النموذج هذا كان نموذج إدماجي، يعني كان مقبول في وقتها في العديد من تجارب المنطقة وتجارب العالم، لكن من زاويتنا الآن شوفوا نموذج قسري، لأنه هذا النموذج الإدماجي أفرز سياسة حاسمة تطورت إلى مجموعة من الإجراءات الضابطة للمكونات السكانية المختلفة، بحيث كانت هناك لحظات عنف خرجت كلها من معطف مجزرة الآشوريين في عام 1933. يعني إذا نتحدث عن هاي اللحظات من 21 إلى 2003، مجزرة الآشوريين 1933 كانت هي، الآشوريين كانوا كبش فداء لولادة العراق المعاصر، وكانت بها رسالة للمجموعات السكانية الأكبر من الأكراد والعرب، أي واحد يحاول أن يخرج عن هذا النموذج سوف يكون مصيره مصير الآشوريين. اللحظة الثانية، الفرهود في عام 1941 واللي توج بالتهجير القسري ليهود العراق في عام 1951 وإسقاط الجنسية عنهم، هذا المكون الثاني اللي تم التعامل معه بحزم، وصولاً إلى اللحظة المتطرفة الهائلة في فترة البعث، التسفيرات التي لحقت بالكرد الفيليين، وصولاً إلى حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية في التسعينيات، ونموذج استنزاف التنوع في عام 2003. يعني وصلنا إلى عام 2003 كانت المكونات السكانية تشعر بضعف ولائها وعدم إيمانها بهذا النموذج. فإذا كان هذا النموذج، إذا حاولت أن أجيب على سؤالك بشكل مختصر، تأسيس نموذج لإدارة التعددية على أساس هوية دولة أمة بمضمون قومي عروبي أنتجت نمط من المواطنة أطلق عليه المواطنة الأحادية. يعني هاي الخلاصة اللي أنت انتهيت إليها راح تقودنا إلى يعني موقف إحنا شفناه مع العديد من العراقيين، إن كانوا أشخاص يعني مواطنين أو كانوا نخب، إنه هو يصير أكو عند نوع من الحنين إلى النظام ما قبل 2003، أو الإحساس بأفضلية يعني النظام ما قبل 2003 بما يتعلق بالتنوع وبحقوق المجموعات السكانية المتباينة. وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني، هل هذا يعني هذا الحنين اللي احنا ناخذه بإشارته البريئة، يعني بعيدا عن المحمولات السياسية، هل هذا يشير إلى فشل نظام 2003 في إدارة التنوع؟ يعني هل ما بعد 2003 هل فشل بحيث انه صير دائما اكو مقارنة واكو لحظة كأنما ذهبية، ودائما يعني الإحساس انه هناك زمن افضل كان؟ يعني اذا تحدثنا عن النوستالجيا للماضي، يعني على الاقل النوستالجيا العراقية هي متركزة بالفترة الملكية،
يعني دائما يسمونها الزمن الجميل في الفترة الملكية اللي كان فيها تعايش ما بين المكونات السكانية، لأنه فترة البعث كانت فترة دموية بامتياز. فأنا تحدثت بالمساحة الزمنية من 1921 إلى عام 2003 وسميتها زمن الخطيئة الأصلية، على اعتبار أنه أسس نموذج لم يكن يأخذ بنظر الاعتبار جميع التقاليد السكانية المختلفة وينعكس على شكل النظام السياسي، لا سيما مع التحولات السياسية العنيفة، يعني إسقاط النظام الملكي والحكومات الجمهورية المتعاقبة وصولاً إلى عهد الفاشية البعثية. في عام 2003 كانت هناك يعني تغيير من الخارج بإرادة دولية وأمريكية بشكل خاص، حاولت أن تعالج الخطيئة الأصلية بخطيئة جديدة. يعني انتقلنا إحنا من نموذج تأسيس دولة تقوم على إدارة التنوع بناء على هوية دولة أمة قائمة على مضمون قومي عربي، إلى هوية قائمة على نموذج دولة المكونات. تعرفون هذا المصطلح أصبح شائع عندنا ويحمل دلالات إيجابية تضمن نوع من التساوي اللغوي، أنا أسميه مساواة لغوية، لكن برأيي الشخصي أن نظام المكونات ومصطلح المكونات كان واحداً من أخطر المصطلحات التي انتشرت في السياق السياسي والثقافي وأصبحت مصطلحاً مألوفاً وذو دلالات إيجابية. إذا أردت تبدي بالمصطلح مكونات نفسه، وأنا أكثر من منصة أشرت إلى هذا المصطلح، قلت مصطلح مكونات مصطلح ما بأي معنى قاموسي، وكنا يعني ما حد يعرف هاي واحدة من الأسرار. أنا أيضاً رجعت إلى الأعمال التحضيرية للدستور من نقدة المصطلح، يعني ما استخرجوا من دراسات أكاديمية مثلاً؟ لم يستخدم هذا المصطلح إلا في السياق الثقافي، وللأسف انتشر بالمنطقة الآن. مكونات، لكي أكون واضحاً ومختصراً ودقيقاً، مكونات لماذا أعتبره مصطلحاً خطيراً؟ لأنه مكونات معناها لا يوجد مجتمع، وإنما مجموعة مكونات. أولاً يعني ما في هوية وطنية، ما في هوية مشتركة وجامعة، أكو هويات مكوناتية. واحد. اثنين، مكونات معناها ماكو مواطنين أفراد، لا منتصر ولا كلدو ولا مايكل ولا أحمد ولا سعد ولا مريوان، أكو مكون سني وكردي وشيعي وتركماني ومسيحي، مجموعة مكونات ماكو مجتمع. ثانيا، ماكو أفراد مواطنين، أكو أرقام عمياء مستوعبة في هوية مكون تمثلها نوع من النخب، أنا أسميهم مقاولي المكونات. زين، سؤال. يستخدمونها، بس اسمح لها بدقيقة على مود أكون واضح بها، يستخدمونها بالمواسم الانتخابية فقط. يعني نظام المكونات لا يمكن من الناحية النظرية، من تفكر، لا يمكن أن ينتج هوية وطنية ولا يمكن أن ينتج مواطنة. هاي خطورة المصطلح. إذا يعني أنه المصطلح يعني اعتمدته الجماعات السياسية الكبرى وتورطت به الجماعات السياسية الأصغر. أنا أعرف السياق اللي أنتج به المصطلح على الأقل تخميناً ومن خلال الحديث مع السياسيين، و ما يسمى عندنا بالأقليات اللي هو مصطلح حقوقي لا يتضمن أي دلالة سلبية لأنه يرتب حقوق، كانت تقبل نخبه باستخدام هذا المصطلح، لأنه يقول على الأقل أكون مساواة لغوية، أنا مكون وأنت مكون. لكن بالاستخدام العملي شو يقولون؟ مكون كبير ومكون صغير. فإذا مكون صغير هو لا يقل سوءا عن مصطلح أقليات. هذا المصطلح يعني
لا يتم استخدامه بحيث يحقق مساواة فعلية، وهو نتاج إذا نجي إحنا على يعني هاي اللحظة التأسيسية اللي أنا تحدثت عنها بشكل تفصيلي في كتاب الوحدة في التنوع، سميتها صفقة تقاسم السلطة الثلاثية ما بين المجموعات السكانية الكبرى اللي هي من هو الأكراد والسنة والشيعة، أنا سميها قبائل إثنية كبرى من إثنيك ترايبس. أوكي، هالهويات اللي هي أيضا هويات متخيلة انعكست سياسيا على شكل إدارة التنوع اللي موجود بالرئاسات الثلاث، رئيس جمهورية كردي، رئيس وزراء شيعي، رئيس برلمان سني، مع إعطاء تمثيل رمزي كومبارس على المسرح للأقليات بنظام الكوتا وببعض التمثيل الرمزي غير الفعال الذي لا يساهم بصناعة القرارات الوطنية. أنا آسف على صراحتي ووضوح بهذا الشأن. إذا نحكي شوية دستوريا على مود نسمي الأشياء بمسمياتها، نجي للدستور العراقي. الدستور العراقي بمواد في غاية الإيجابية أنا برأيي. مثلا المادة الثالثة أنا أعتبرها حجر الزاوية، أنا أحكي على الدستور العراقي لعام 2005 طبعا حاليا. مادة ثالثة تقول ما عرفت العراق كبلد ذو هوية عربية، لا عرفتها يقول بلد متعدد الأديان والقوميات والمذاهب. هاي بالضبط النص الحرفي للمادة، يعني هي تريد أن تؤسس لنظام تعددي مو نظام مكوناتي، على مود يكون واضح. المادة الثانية فقرة 2 اعترفت بمساحة التنوع الديني، خصصت هذه المادة للتنوع الديني، واعترفت بأربعة أديان أساسية اللي هي الإسلام دين الأغلبية السكانية عربا وأكرادا وتركمانا، والمسيحية والإيزيدية والمندائية، طبعا لم تذكر اليهودية حمسان، تم إلغاء المكون ديني مهم، ولم تعترف ببقية أكو ألوان أخرى من التنوع. لكن هذا التقليد بالاعتراف الديني كان هو نفسه الموجود منذ تأسيس العراق المعاصر إلى عام 2003، هذا الاعتراف الرسمي بأربعة أديان أساسية، هاي مساحة الاعتراف الواضحة. شنو نتائج هذا النموذج؟ حكينا على نتائج نموذج الموديل الأول، خلينا نشوف بحكم النتيجة شلون صارت إدارة التعددية وفق نموذج دولة المكونات، ولماذا لدي انطباع سوداوي حول خطورة هذا المصطلح غير القاموسي إذا صح التعبير. لأنه أول شيء صار عندنا انقسام بالهويات المكوناتية نفسها، يعني لم تعد هناك هوية عربية في العراق بعد عام 2003، ماكو ترى هوية عربية، أكو سنة وشيعة، هاي أول هوية مشتركة انفرطت. الأكراد سنة وشيعة مو، وكذلك بالنسبة للفيلين، وكذلك بالنسبة للتركمان، يعني صارت دينامية تفتيتية. فالمحدد الطائفي بدأ يقسم الهويات المكوناتية نفسها، وهذا أدى إلى تشظي، إلى مزيد من تشظي المجتمع. ثانيا حكيت على صفقة تقاسم السلطة الثلاثية اللي يتبين بكل دورة انتخابية، كل دورة انتخابية تصير صفقة تقاسم جديدة ما بين المكونات الكبرى، يعني صراع على الثروة والسلطة. يعني إذا نشوف هاي المتوالية العددية اللي هي كل أربع سنوات مو، تقاسم جديد على السلطة والثروة 2006 2010 2014 2018، خلينا نحكي على متوالية بثلاث مراحل. 2006 عندنا حرب أهلية، صفقة تقاسم جديدة مرتبطة بالحرب الأهلية بعد تفجيرات سامراء اللي قسمت الهوية العربية لسنة وشيعة، بحيث بعد عام 2006 لم نعد نتحدث عن عرب وإنما نتحدث عن سنة وشيعة. 2010 تذكرون الحدث اللي صار لرافق صفقة تقاسم السلطة آنذاك، جريمة كنيسة سيدة النجاة، واضح تماما، بحيث لم يعد من السهل أن نتحدث عن وجود مسيحي في وسط وجنوب العراق إلا من باب الوجود الميكروي. تعرفون عدد العائلات المسيحية اللي غادرت بغداد خلال أسبوعين
من التفجير الإجرامي في كنيسة سيدة النجاة من 3,000 إلى 4,000 عائلة، أكبر هجرة لمسيحي العراق في تاريخ المعاصر، واللي شبهناها إحنا آنذاك بسيناريو تفجيرات المعابد اليهودية لدفع اليهود لمغادرة البلاد، نفس السيناريو. 2014 داعش، آخر معقل للتنوع في محافظة نينوى بكل أجنحتها اللي تمثل الإيزيديين في شمال غرب والتركمان في تل أحفر والمسيحيين والشبك في سهل نينوى والتنوع الموجود في هذه المدينة اللي هي عراق مصغر. هاي المتوالية العددية تفصح لنا عن أنه نمط أو صفقة تقاسم السلطة الثلاثية ونمط إدارة التنوع وفق النموذج المكوناتي لا يمكن أن ينتج لنا إلا أزمات متكررة بكل 4 سنوات. إذن هذا النظام المكوناتي لم يستجب حتى للمواد الدستورية التي كانت تدعو إلى تأسيس نظام تعددي، بل أنتجت لنا نظام مكوناتي لم ينتج هوية وطنية ولن ينتج هوية وطنية ولم ينتج مواطنة ولن ينتج مواطنة. هذا العفو دكتور، أنه كجزء من أزمة الهوية المكوناتية اللي سميتها، أنه المواطنين مسبقاً يعني أصحاب المواهب وأصحاب يعني الإمكانات مسبقاً هو راح يعرف أنه هو راح يقدر يتولى منصب متقدم في الدولة أو لا، استناداً إلى خلفيته الإثنية أو الطائفية. يعني أنه أنت شقد ما تكون أكو فد جماعة سكانية عندها موهوبين وعندها كفاءات أكاديمية راح يحسون مسبقاً أنه هو ما عنده مكان في المناصب العليا، لأن هذا ما هذا يعني من يشغل المناصب العليا لا تحدده الكفاءة وإنما تحدده مسبقاً مرجعيتك. لا يعرف إلا مكوناتياً، هي المشكلة. إذا تريد تكون جزء من لعبة تقاسم السلطة لازم تعرف نفسك، تعيد تعريف نفسك مو مواطنياً وإنما مكوناتياً، مو باعتبار كفاءتك وموهبتك. بينما أوكرانيا رئيسها يهودي وبريطانيا رئيسها الآن هندوسي، يعني إنه موضوع خلفيته لا يحدد حقه في أن هو يتنافس على المناصب العليا. إحنا إذا يعني داخل هاي الصورة اللي أنت رسمتها بشكل دقيق، شلون ممكن نفسر يعني محاولة العراق أو محاولة النظام السياسي طرح نفسه أمام العالم باعتبار أنه هو نظام يعترف بجميع ويعطي مساحة للجميع، وإحنا شاهدنا أنه ذروة هذا التقديم، تقديم العراق باعتباره بلد التعايش وبلد التنوع وبلد التعددية، الذروة هي صارت مع زيارة البابا، وتم يعني النظر إلى هذه الزيارة على أنها حدث عالمي وحدث وطني، وأيضا أعاد تسليط الضوء على التنوع الديني وعلى العراق باعتباره مهداً من مهاد المسيحية، خلينا نقول يعني وأنه العراق مثل ما هو عراق مسلم وعراق يعني هو بالأساس أيضا هو عراق مسيحي، وأن هذه الشريحة أو يعني هذه الطبقة الموجودة تحت الأرض العراقية اللي هي الطبقة المسيحية حاضرة وفاعلة، وأنه ممكن نقدمها نحن كعراقيين نقدمها إلى العالم أو تصير نقطة اتصال بيننا وبين العالم المسيحي اللي هو الديانة الأكبر في العالم. يعني فأنت بتصورك شلون تموضع زيارة البابا وأهميتها بالنسبة للقضية اللي احنا جاي تناقشها، قضية التنوع والتعددية. طبعا شكرا أحمد أن تصويرك يعني الرائع للحظة زيارة البابا باعتبارها لحظة تقديم العراق بصورة أخرى، ما أقول بصورة أخرى بقول بصورة الحقيقية، لأنه زيارة البابا إذا نفكر بيها الآن أو نفكر بيها عام 2003 كانت لحظة منتظرة، يعني كانت هي زيارة مقررة منذ عام 2000 في زمن قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، كانت هذه لحظة شروع، كان من الممكن أن تكون لحظة شروع أو لحظة انتباه
بأهمية وجود هذا التنوع الموجود في بلاد ما بين النهرين. يعني كانت لحظة تاريخية وأكو لحظات أخرى رافقتها. راح موضع مثل ما سألت، راح موضع زيارة البابا ضمن لحظات أخرى، يعني أنا أسميها مثل اللحظات القدرية اللي دائما تمنح للعراق بفعل مكر التاريخ أو دهاء التاريخ، وتوفر فرصة لتقديم العراق أو إعادة النظر بالخطيئة الأصلية الثانية. يعني قبل زيارة البابا خلينا نتحدث عن مجموعة لحظات. شلون تحدثت أنا عن متوالية عددية 2006-2010-2014 على لحظات كان فيها العراق يعاد التفكير به أو تخيله. يعني 2014 لحظة داعش كانت هي ذروة التفكير بنهاية العراق كتجربة، والمجتمع الدولي صحى على نفسه ووقف بكل قواه لإنهاض العراق مجدداً في مواجهة هذا التنظيم الهمجي البربري. على صعيد داخلي كانت أول مرة منذ عام 2003 يقف بها العراقيون بكافة مكوناتهم لمواجهة عدو خارجي. كانت إذن لحظة وحدة. يعني إذا نأخذ الجانب الإيجابي مو الجانب السلبي، العراقيين توحدوا لأول مرة أزاء تهديد وجودي لهذه الهوية اللي نسميها ميزوبوتيميا العراق، وتوحدوا العراقيين. وكان من الممكن لو وجد خيال سياسي أو خطة لاستثمار هذه اللحظة أن يتم الاعتماد عليها كرافعة لهوية وطنية جديدة. لأنه إحنا نتحدث، وأنا أدرس بالجامعة وأشوف طلابي لم يزوروا محافظات أخرى بها مكونات ثانية بحياتهم مزايرينها. كثير منهم تطوعوا من جنوب العراق لكي يحرروا مناطق في شمال العراق، عمرهم مزايرينها، نازحين في الأنبار ومناطق أخرى وجدوا نفسهم بإقليم كردستان، لأول مرة يلتقون بالكردي، لأول مرة يلتقون بالمسيحي، لأول مرة يلتقون بالإزيدي. بحيث كنت أتحدث عن حتى إيجابيات النزوح اللي هو يشبه الآلية، بس هي آلية قسرية اللي اعتمد عليها الملك فيصل الأول، تعليم وجيش. هنا النزوح أعاد خبط مكونات المجتمع من جديد، فصار تعلم عن الآخر قسريا، وصار قتال من أجل تحرير هذه المناطق أزاء عدو خارجي، فصار نوع من التعلم من التنوع والتعلم عن التنوع، وكانت رافعة مهمة لتأسيس هوية وطنية جديدة. لكن كانت هذه من اللحظات الضائعة مهدورة. هاي أول شيء. ثانيا اللحظة الثانية الاحتجاجات. الاحتجاجات في عام 2019 أيضا قدمت صورة للعراق مختلفة، أن العراق يريد التغيير من الداخل، وكل المكونات السكانية وعراقيو الداخل وعراقيو الخارج وفروا فرصة لتخيل هوية أخرى. جيل جديد يبحث عن هوية يرفض الهوية المكوناتية، خلينا نسميها. يعني إذا أنا أتحدث عن الجانب الرومانسي للاحتجاجات، لا أتحدث عن الجانب الأخرى، الجانب الرومانسي. فمثل ما كان البابا، قداسة البابا، سفير العراق أمام العالم وخلى كل فضائيات العالم تتوقف عن تصوير العراق بوصفة صراع عربي كردي أو صراع سني شيعي، قدم العراق باعتباره عراق النبي إبراهيم بجدول الزيارات اللي شملت بغداد والنجف وأور صلاة إسيزي، وبعدين الموصل، وبعدين سهل نينوى، وبعدين القداس في ملعب فرانس وحريري. مو العراق المنمط بالسي ان ان وفوكس نيوز وبالإعلام العربي أيضا للأسف، لا، هذا العراق الآخر الممكن اللي كان سفيره قداسة البابا. في الاحتجاجات كان الجيل الجديد هو سفير العراق الآخر للعالم، بحيث كل العالم كان يقف مجدوها أزاء هذه الثورية والرغبة في صناعة هوية أخرى وجيل جديد وتغيير من الداخل. اللحظة الرابعة والأخيرة كانت خليجي 25، تتذكرون أيضا إيش قد من كردستان راحوا للبصرة أول مرة بحياتهم يزورونها،
من سهل نينوى نظمت وفود لزيارة البصرة، والبصرة التي تصور دائماً بصورة سلبية على أنها منطقة نزاعات عشائرية أصبحت مدينة الميناء والخليج والكرم والبساتين والكرم، بحيث الخليج. وأيضاً سؤالها ويرجع مرة ثانية، زين إحنا أيضاً بلد خليجي، إحنا أيضاً جزء من مساحة أوسع، فمن الممكن أن نفكر بهويتنا بطريقة ثانية، وأكو محيط آخر من الممكن أن يحتضننا ويرجع حضورنا الإقليمي، ويرجع معدن العراقي اللي هو يمثل البصري كان في وقتها. هاي اللحظات الأربعة أنا برأيي كانت لحظات للأسف ضائعة بسبب تصميم النظام المكوناتي. يعني لو كان هناك خيال سياسي واضح وخطة لإدارة التنوع واضحة، وطبعاً دكتور منتصر والأخ كلدو ضمن فريق أنا أعتبره يفكر فعلاً بوطنية لأهمية تصميم أو محاولة جمع النخب الثقافية والأكاديمية والمثقفين والفنانين أنه يشاركون بالتفكير بإدارة التعددية على نحو رشيد. يعني أنا أحيي جهودهم، يعني سواء كان بالمؤتمر الأخير اللي كان رعي دكتور منتصر مدير قصر الثقافة ومديرة الثقافة السريانية. يعني أنا أعتقد هذه الجهود الخيرة والوطنية مهمة من أجل أن لا تضيع اللحظة الخامسة، لأنه زيارة البابا للأسف أقولها تحولت إلى لحظة بروتوكولية اسمها يوم التسامح الوطني، كل سنة تحتفل بها الحكومة العراقية وتسوي فد برامج بروتوكولية. سيان أنت عندك 1,400,000 كاثوليكي بالعالم من الممكن أن يزوروا العراق، شو سوي بالأربعة؟ هو أنا هذا السؤال التالي. يعني إحنا دائما نتعامل مع يعني أكو وجه دائما نشوفه في موضوع التنوع والتعدد، هو الشعور بالخيبة والشعور بالإحباط والشعور بالفشل. لكن أكو جانب آخر اللي هو الممكنات، خلينا نقول اللي هو أدوارنا إحنا كنخب أو مثقفين أو ناس عاديين أو زعامات روحية قيادات اجتماعية، يعني دورنا في استثمار الثراء الموجود في التنوع والتعدد. يعني أنا شخصياً يعني بسبب يعني هاي الزيارات لبلدان مختلفة دائماً أنا أتحسر على هاي النقطة تحديداً، دائماً أتحسر أشوف مثلاً باوع، مثلاً أشوف في لاهور في باكستان، يعني الحمام المغولي مسويه، يعني مسوي فشي مبهر، هو حمام مسويه معلم سياحة، وتجي قصتكت وتدخل المعبد هندوسي، ماكو هندوسي باكستان بس محتفين بي وكذا. وايضا يعني انه قصدي يعني العراق ثري جدا، يعني التراث، خلينا نقول تراث التنوع وشواخص التراثيه للتنوع قادر على انه يجعل العراق قبله للعالم. يعني احنا حكينا قبل شوي عن الجيلانيين في 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 باكستان وفي آسيا، يعني بإمكان إنه نفس ضريح عبد القادر الجيلاني في بغداد يصير موسم سنوي احتفالي، يعني أشياء كثيرة. فالسؤال هو إنه هل أكو إمكانية، هل أنت تشوف أنت كباحث متخصص في هذا المجال تشوف ما زالت هناك إمكانية لاستثمار التنوع؟ راح أكون إيجابي، طبعاً أكو إمكانية، أكو كل الإمكانيات، أكو كل العناصر لبناء اقتصاد. وأنا تحدثت قلت أنا متطفل على الاقتصاديين بحديثي عن اقتصاد جديد سميته اقتصاد التنوع المجتمعي، وفصلته في 4 مؤلفات. كتابي التنوع الخلاق في عام 2013 اللي كان أول طرح لها الفكرة، يعني في ذلك الوقت تذكرون كان سعر النفط برميل النفط تجيد 120 دولار، يعني كنا مسترخين في وقتها. فطرحت هذا المفهوم، قلت ثروة العراق الدائمة التي لا تنضب مثل النفط وما تنخفض أسعارها والتي لا تجف مثل المياه هي هذا التنوع في بلد فيه 22 طائفة دينية من ضمنها 14 طائفة مسيحية. إذا تحدثنا فقط عن التنوع الديني، يعني عاصمة التنوع الديني في المنطقة العراق،
كنا نتصور لبنان، بعدين بعد أزمة سوريا طلع سوريا أكثر تنوع من لبنان، بس العراق أكثر تنوع من كل هاي البلدان. دائرة تنوع إبراهيمية ودائرة تنوع عابرة للإبراهيمية، فماكو تنوع بالمنطقة مثل التنوع الديني الموجود في بلاد ما بين النهرين. اقتصاد التنوع المجتمعي أنا أعتبره هو بديل لاقتصاد الريع النفطي. وإذا أردنا نأسس نمط تفكير جديد، إذا أردنا أن نتحدث عن تخيل عراق آخر مختلف به إدارة رشيدة للتنوع وبه استثمار لهذا التنوع، فكل عناصر موجودة على مود نتخلص من اقتصاد الريع النفطي. بسبب أولاً سلبيات اقتصاد الريع النفطي، الريع النفطي يدمر أي مجتمع، يعني يخلق أما سلطة دكتاتورية أو سلطة يغويها الفساد بسبب وفورات النفط، يخلق نخبة سياسية كسولة لا تفكر بخيارات أخرى لأنها مسترخية. فأما تنتج نمط دكتاتوري أو نمط يغويه الفساد، فنحتاج إلى طريق ثالث يتم فيه استثمار التنوع. إذا تسألوني شنو هالعناصر اللي موجودة، راح أتحدث يمكن بلغة العلوم السياسية، وأكيد عندنا طلاب هنا بالعلاقات الدولية يعرفون مفهوم soft power، قوة ناعمة. البلدان تتبارى وتتنافس الآن مو بمصادر قوتها الصلبة، عدد السكان، الأسلحة اللي تمتلكها، لا، بمصادر القوة الناعمة، بحيث دول صغيرة تميزت بحضورها على دول عملاقة بمصادر القوة الناعمة. يعني على سبيل المثال، أنا حتى للأسف يعني ما أكون من سادة المطارنة هنا موجودين، أقول دائما كل عراقي، المرات أتحدث مع بعض المسؤولين السياسيين، أقول إحنا لازم نفتخر بمرجعياتنا الدينية الموجودة في العراق. لدينا النجف وكربلاء قبلة العالم الشيعي بالعالم، أصدر قوة للعراق إذ ما تم استثماره على وجه يعيد للعراق حضوره الإقليمي بتأثير هذه الرمزيات الدينية العظيمة. عندنا الطائفة الشيخية بالبصرة أيضا في سياق الشيعي، إذا بدنا نتحدث كرسي الكلدان الكاثوليك في العالم وين موجود؟ في العراق. كنيسة المشرق الآشورية كرسيها وين موجود؟ في العراق. رئاسة الطائفة المندائية في العراق والعالم وين موجودة؟ وين؟ بالعراق. المجلس الروحاني ورئاسة ومرجعية الدينية للإيزيديين وين موجودة؟ في العراق. إذا ما تحدثنا فقط عن هاي الرمزيات أو المرجعيات الدينية في إطار اقتصاد التنوع الديني، تحدثنا عن المواقع. المواقع، كوخي أقدم كنيسة في العالم موجودة في بغداد، من مهتم بها؟ كوخي العظيمة، الكنيسة الخضراء القرن الرابع الميلادي في تكريت، دير ربان هرمز، بيت بهاء الله بالنسبة للبهائن وين موجود؟ في بغداد. يعني منو مفكر بهذه القضية اللي هو قبلة البهائيين، أكثر من 6 ملايين بهائي في العالم. أضرحة أنبياء العهد القديم وين موجودة يا أخوان؟ بالعراق، ومتفرقة بكل كل الجغرافيا العراقية. دانيال في كركوك، مو عندنا في القوش ناحوم، وحاز قيال ذو الكفل في بابلون، وعندنا العزير في العمارة، وبالإضافة إلى أضرحة أخرى ذات أهمية. يعني حاز قيال في الكفل، ذو الكفل، فهاي كلها عناصر. حتى إذا تحدثنا عن رموز الاعتدال الإسلامي، صوفي عبد القادر الجيلاني، الإمام الأعظم أبو حنيفة، حتى رموز الاعتدال السني، فكل هاي المواقع والرمزيات والمرجعيات الدينية ألا تعد مصادر قوة إذ ما تم استثمارها وفق نموذج إدارة التنوع؟ لهذا ترى السؤال الأساسي في إدارة الدولة هو سؤال إدارة التعددية. إحنا مو نحكي اعتباطاً، ولا هاي مجرد قصيدة يكتبها سيرغون بولس أو رواية يكتبها أحمد السعداوي، لا، هاي فكرة يجب جميعاً أن ندافع عنها الآن، لأنه هاي بها قوة العراق. العفو، خلي بس عفواً أختم هاي، لأنه أنا في عين كاوة لازم أذكرها. أنا تحدثت أيضاً عن شيء اسمه اقتصاد الشتات بإطار اقتصاد التنوع المجتمعي. شكد عندنا نخب
عظيمة خارج العراق ورايحة كل مواهبها ومواردها، كونت نخب ديناميكية وذكية. شقد عندنا كلدان في ديترويت، كلدو طعد سوى جاي من أمريكا، الأشورين في شيكاغو، عندنا 180 ألف إيزيدي في ألمانيا، عندنا 50 ألف مندائن، يعني 90% من المندائن في العام موجودين في السورالي مو بالعراق، وجميع نخب العراقيين من كفاءاتها من الطبقة الوسطى والوسطى العليا موجودة خارج العراق. اقتصاد الشتات مهم. اللي يزور أرمينيا وأتمنى عليكم أن ينظرون لها بعين اقتصاد التنوع المجتمعي، بلد ما بعد الإبادة اللي استقل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، من اللي بنى؟ الشتات، رجع إلى أرمينيا وبناها، لأنه اقتصاد الأرمني يعني ما بي عناصر قوة. يعني أنت عندك نفط ونهرين، أنا أسمي هذا بارادايم النهر الرابع، أقول إحنا عندنا دجلة والفرات والنفط اللي هو النهر الثالث، لكن عندنا النهر الرابع الذي لا ينضب مثل النفط ولا يجف مثل المياه اللي هو التنوع، بارادايم النهر الرابع. هذا خلوه عنوان قصيدة، بارادايم النهر الرابع، حلو هذا. يعني أنه إحنا الآن مؤهلين أنه، يعني كسؤال ختامي، الآن إحنا مؤهلين أن نتفائل أم نتشائم بمستقبل التعددية والتنوع، إن كان يعني تنوع كان في المجتمع أو التنوع أو إدارة التنوع في السيستم في النظام، نتفائل أو نتشائم؟ خل أحكي لكم أنا من نشرة عنوان المحاضرة، هل هناك مستقبل للتعددية في العراق؟ وسويت يعني لكل المتابعين أنه لازم تحضرون، فبدأ أصدقائي ما يقولون راح نجي أو لا، كانت الإجابة دائما لا لا، إجابة على السؤال. أنا أقول لهم أنا جاي أطرح السؤال وجاي أجاوب عليه أو أفكر وياكم، فأكو جو تشاؤمي هائل وسوداوي مخيم على العراقيين. وأنا برأيي الإجابة على هذا السؤال يجب أن لا تكون من زاوية التفاؤل ولا التشاؤم، من زاوية المسؤولية الوطنية والأخلاقية، الكل عراقي بهذا القاعة وكل عراقي خارج القاعة لازم نفكر بطريقة مختلفة. أولاً لازم نغير نمط تفكيرنا يا أخوان، التنوع مو مصدر تهديد، لأنه وصلنا إلى مرحلة إحنا قمنا نحس بصراحة، إذا أزعجكم كلامي أغير اللغة، تري تسمعونه يعني أوكي. أولا بصراحة إحنا عندنا نمط تفكير مهيمن، أنا أسميه بارادايم المهيمن. العراقي بدأ يحس أن مو بس السلطة، العراقي يحس التنوع مصدر تهديد، يعني هوية الآخر تهدد هويته، عندنا مساحة بين الأنا والآخر ليش ما نعترف بيها؟ لازم نغير نمط التفكير، الهوية مصدر غنى مو مصدر تهديد، هاي يحتاج لها ثورة بالتفكير، ثورة بالمناهج الدراسية، وثورة أخلاقية على أنفسنا. ليش إحنا بنحكي على خطابات كراهية؟ كلنا جنمارس خطابات الكراهية ضد الآخر، ليش تتصورون يعني أكو مكون واحد يحتكر خطابات الكراهية؟ مو أحكي لك أنا بالسردية اللي تعجبك، بس أريد أحكي لك بالسردية العامة بالمشهد بالكاميرا. لازم نثور على نمط التفكير، تنوع لا وجود ولا مستقبل للكردي بدون العربي، ولا وجود ولا مستقبل للعربي بدون الكردي، ولا وجود ولا مستقبل للمسلم دون المسيحي، ولا وجود للمسيحي بدون المسلم، وهكذا. بس يحتاج نرتب العلاقة، ترتيب العلاقة احنا نسميه إدارة تعددية، هاي مسؤولية منو؟ الدولة، مو مسؤوليتنا احنا، بس مسؤوليتنا احنا على الأقل أن نتصرف بحكمة وبحس إنساني عالي، لأنه إذا فقدنا حسنا الإنساني أبدا ما راح نقدر نستعيد شنو هويتنا الوطنية ولا هويتنا المكوناتية. هذا العنصر الأول، الثورة على نمط التفكير المهيمن. ثانيا
النمط الاقتصادي اللي تحدثت عنه اقتصاد التنوع المجتمعي، أنا مرات أستخدم ألوان أقول على مود شوية يكون يعني أكثر إمتاعاً، أقول هذا اقتصاد التنوع المجتمعي هو اقتصاد بنفسجي. شنو مفهوم الاقتصاد البنفسجي؟ يعني أنا مخصص جزء كامل من كتابي ديناميات الهوية عليه، يعني طورت هذا المفهوم كتابي التنوع الخلاق في عام 2013، وبشكل أكبر في كتابي وحدة في التنوع 2015، وفي كتاب نهاية التنوع 2019، وكتبته بطريقة مبسطة وسلسة في كتابي ديناميات الهوية. اقتصاد بنفسجي يقوم على جمع ما بين الاقتصاديات الخضراء، البيئة، أرض السواد. العراق تاريخياً معروف مو أرض النفط، أرض السواد بشدة خضرته. شوفوا التدمير المنهجي للبيئة. دكتور منتصر يحب قضايا تغير المناخ يكتب عليها هسه. اقتصاد يحترم البيئة. العراقي تحت أظلة يعني تحت أجمة النخيل نشأ، أرض السواد، يحتاج احترام للبيئة واستعادتها، فهو اقتصاد أخضر. الاقتصاد البنفسجي هو اقتصاد أخضر. اثنين، اقتصاد أزرق يعتمد على الاستثمار بالمياه. الحضارة مالتنا نشأت أصلاً على التحكم بالفيضانات. ميزوبوتيميا، نهري دجلة والفرات، بلاد ما بين النهرين. هويتنا هي هوية اقتصاد أزرق، مو هوية نفطية، هوية اقتصاد أخضر، أرض السواد. وهو اقتصاد أيضاً برتقالي. الاقتصاد البرتقالي يقوم على الاستثمار بالتنوع الثقافي، وبلد ب 22 طائفة دينية و 14 طائفة مسيحية لازم يكون اقتصاد برتقالي. هذا النمط أيضاً أنا أعتقد هذا العنصر يعني يجب أن يتم التفكير به. أنا فكرت منهجياً واشتغلت أيضاً كمؤسسة العديد من الأنشطة من أجل التبشير بهذا النمط خلال 18 سنة. بس هذه السوداوية اللي موجودة عندنا واللا اللي كتبوها المعلقين على محاضرتي راح تلقونها بكل المنطقة. ماكو شعب الآن بالمنطقة وسط ضياع البوصلة يشعر. كل بلدان ما بعد الربيع العربي فاقدة البوصلة، ترى كلها تعاني من انسداد سياسي شامل. وتشوفون النظام الدولي بكاملة بلحظة شنو صدمة، حرب أوكرانيا، حرب غزة، بعد حرب داعش. فإذا أكو لحظة ضياع عالمية وعدم وجود معيار أو بوصلة. إحنا خلي ننطلق من سؤال واحد نجاوبه، هو سؤال إدارة التعددية، ونقول هل هناك مستقبل التعددية في العراق؟ نعم، أكو مستقبل إذا فكرنا به سوية، إحنا كعراقيين مواطنين مو كمكونات. ومو فقط السياسيين يفكرون، للسياسيين مسترخين عندهم فلوس النفط، بس من يخلص النفط راح يفكرون بمن؟ باستثمار التعددية. خلي نكون جاهزين إحنا في خطة. أنهي بهذا على مود نفتح مجال، لأنه كل دو حذرني يعني أنه أنت وصفت بشكل موضوعي، لكن احنا ممكن نعتبر هذا منظور تفاؤلي تجاه المستقبل.